بكل تأكيد جيلنا ارتبط منذ الطفولة بفوازير فطوطة وسمورة، واللي كان طبعا بيقدمها ملك الكوميديا كوميديا الفوازير الراحل الفنان الجميل سمير غانم، واللي قدر انه يرسم شخصية فطوطة بشكل يجذب به اهتمام جمهوره في شهر رمضان. فزورة زورة 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 حدوتة دودة 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 مخطوطة دودة 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 قهوة مدبوتة الفتوتة تشكر وتبها جاهز يلا بني فتوتة دلوقتي معادي الفزورة هتخش برجلك اليمين وهقول لك بلعب دور مين متفقين؟ متفقين. سلسلة كوميدية من فوازير رمضان رسمت البهجة في كل بيت مصري في الثمانينيات حتى أصبحت علامة مسجلة تحت اسم سمورة وفطوطة. تربع فيها سمير غانم على عرش كوميديا الفوازير كواحد من أهم نجومها في تاريخ الفن، ليحقق المعادلة الصعبة بإشادة النقاد بما يقدمه من موهبة وإعجاب الجمهور. هي فطوطة وأنا فضيلك؟ عرفت أنت مين؟ أنا راعي تن يا واد يا جن ون من الحدوتة ون. وتعتبر فوازير فطوطة من أنجح الفوازير التي تم تقديمها خلال شهر رمضان، لأنها قدمت بشكل كوميدي وهو ما جعلها تحظى بحب الكبار قبل الصغار. تمرد الحجام رباته وانظر الأمام نظرته واسمع الكلام سمعته وين. وقدم الفنان سمير غانم الذي عرف منذ تقديمه الشخصية باسم سمورة ثلاثة مواسم من فوازير فطوطة بداية من عام 1982، منها فطوطة حول العالم وفوازير الشخصيات، قبل الظهور مجدداً في مسلسل الرسوم المتحركة فطوطة وتيتا مظبوطة في موسم رمضان عام 2010، ثم عادت فوازير فطوطة من جديد عبر الإذاعة في موسم رمضان 2016. كانت البداية من مبتكر الشخصية العبقري فهمي عبد الحميد الذي عرض العمل على سمير غانم ولم يتحمس له، إذ كان عضواً في فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع الضيف أحمد وجورج سيدهم. ورغم رفض سمورة للفكرة في البداية، إلا أنه عندما التقى بالمخرج التلفزيوني فهمي عبد الحميد واجتمعا للتشاور استقرا على إطلاق فوازير فطوطة بشكلها المعروف، والذي ظل لسنوات عديدة يعرض ويشاهد بذات اللهفة التي عرض بها العمل لأول مرة. سسبنسي شفتي 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 ضحكت خوها ودختي في الفزور على الحاول وعرفت أطلع أنا مين فيها تطلع مين يعني أصلا نادي خليفة فتو تهل لقل أعصابي خفيفة تطلع لي فجأة أتوجس خيفة خلي العلاقة.